تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير عن مباراه الاهلي والاسماعيلي، وايضا هذه المباراه اللي بتعد بطوله خاصه والمتوقع لها غدا، وهنتكلم مع بعض نجومنا ايضا من نجوم الكره المصريه ونادي الاهلي السابقين، الكابتن مصطفى يونس يقول لنا رؤيته لهذه المباراه واهميتها في هذا التوقيت وفقا للارقام والمعطيات الخاصه باداء الفريقين، والاهلي المتصدر 48 نقطه والاسماعيلي حاليا في المركز الثاني برصيد 42 نقطه، وايضا من خلال مشاركاته على مدار طبعا تاريخه الكبير كواحد من نجوم كره القدم المصريه وذكرياته عن هذه المباريات وهذه البطولات الخاصه. كابتن مصطفى يونس مساء الخير واهلا بحضرتك. حبيبي مساء الفل على نجومك الكبار، نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي، كابتن شريف وكابتن فوزي الكوتي الجميل. مساء الخير يا كابتن، كابتننا جميل. كل شباب ازيكم؟ يا كابتن انت اللي نجمنا وانت كابتننا. حبيبي حبيبي يا شريف. حبيبي. كابتن مصطفى هسالك بداية، شايف مباراة بكرة ازاي بين الاهلي والاسماعيلي؟ مباراة استاد برج العرب 8 مساء في هذا التوقيت وفي موقف الفريقين والاهلي المتصدر بفارق 6 نقاط وله مباراة مؤجلة. حضرتك شايف أهمية المباراة وحساباتها، شايفها ازاي يا كابتن مصطفى؟ ما فيش شك ان ماتشات الاهلي والاسماعيلي مباراة قمة لا تقل أهمية عن ماتش الاهلي والزمالك، لأن الاسماعيلي من الأندية الكبيرة والأندية العريقة والأندية اللي بتلعب كورة كويس جدا. لكن ما يميز النادي الاهلي، وده مش عشان احنا في قناه الاهلي في بيتنا او انا مصطفى يونس، لا، ما يميز النادي الاهلي عن كل اقرانه في الدوري الممتاز هو الاستقرار، الاستقرار في كل شيء، الاستقرار الفني والاداري والرئاسي، وخاصه بعد تولي معشوق الجماهير ومعبود الجماهير محمود الخطيب رئاسه النادي، ووجود حسام البدري بقاله سنتين ثلاثه دلوقتي، اللعيبه، وده اللي عجبني، سيبك بقى من البطوله والبتاع، جاهزيه النادي الاهلي هي رقم واحد في تصدر النادي الاهلي للقمه، بمعنى ان كل اللعيبه واقفه على رجليها حتى البعيد، وده يعني تحط كده، يحطوا كده الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي سواء المدربين او اللعيبه، يحطوا تحتيه 100 خط، والناس اللي ليها في الكوره تفهم الكلام ده. لما يجي فلان، مش عايز اسمي لعيبه، يجي بقاله فتره ما بيلعبش وبيلعب وكانه بيلعب بقاله 5 6 ماتشات، هي دي قمه النجاح للجهاز الفني، وانا يعني باشيد بالجهاز الفني والقائمين على اللياقه البدنيه. ماتش الاهلي بكره ضربه قاضيه بالنسبه للاسماعيلي، لو الاهلي كسب يبقى خلاص حسمت بطوله الدوري العام، لان الزمالك بعيد وكده، الاسماعيلي هيبعد بعيد جدا جدا جدا، واحنا لسه لينا مباراه مؤجله. ماتش مش عايزين، كل ماتش بطوله بالنسبه لنا، مفيش ماتش سهل وماتش صعب، ان احنا عارفين كل اللي بيلعب قصاد النادي الاهلي بيسن اسنانه ويسن رجليه ويسن الشنكار والاسترداد طبعا، بيحاول يقدم احسن ما عنده دايما قدام الاهلي، لا ده بيبذل اقصى جهده فوق طاقته كمان، يعني يا ريت بيدي اللي عنده، وده شيء احنا عارفينه من واحنا بنحبي في النادي الاهلي، لان ماتشات النادي الاهلي ودي قيمه واسم النادي الاهلي الكبير، لكن ماتش مهم جدا، ماتش يحسم بطوله الدوري، العناصر النجاح في النادي الاهلي متوفره، عناصر النجاح في نادي الاسماعيلي ايضا متوفره، عنده لعيبه كويس قوي، هنا يفرق بقى التوفيق وعدم التوفيق والاختيارات والتغيير وقت التغيير، هو ده اللي بيفرق في المباراه. طيب كابتن مصطفى، الكابتن شريف عبد المنعم ضمن اجاباته عن تساؤلات عن المباراه وتوقعاته لها وتقييمه لاداء الفريقين من بدايه الموسم وحتى الان، قال ان الاهلي بيتميز عن اقرانه دلوقتي بحاجه بقت واضحه جدا على الاداء، قال انه بيجمع بين القدرات الفرديه والقدرات الخاصه لعدد كبير جدا من نجومه من لاعبيه، وايضا الاداء الجماعي، وانه اسرع فريق في الاداء دلوقتي ونقل الكوره في الدوري الممتاز كله، راي حضرتك ايه؟ ده طبعا ده كلام، ما هو ده النجاح، ما هو ده اساسه ايه بقى؟ ان القوه البدنيه والفنيه والذهنيه متوفره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي، وده اللي كنت انا بقصده من استعداد كل لعيبه النادي الاهلي في اي وقت بيجوا، وده اساس النجاح اللي انا اتكلمت عليه. فالنادي الاهلي فعلا هو الافضل وهو الاحسن على مدار السنه، طبعا لازم حبه فوق وحبه تحت، بقولهم احنا بنلعب دوري ممتاز، بنلعب 38 مباراه ولا 34 مباراه، غير ماتشات افريقيا غير ماتشات الكاس، فشيء طبيعي ان يحصل حبه كده هبوط، لكن ما يميز النادي الاهلي ايضا ان هو بيرجع بسرعه، يعني بص اي حد جات له وعكه بيستمر في الوعكه، احنا لا، احنا الوعكه تيجي لكن بنصعد تاني، وده ما يميز النادي الاهلي، لكن ماتش مهم جدا، ما طبعا ده الطبيعي في لعيبه النادي، لا نستهتر بالخصم، الخصم عنيد وخصم كبير اكيد يا كابتن مصطفى، وده قاله الكابتن حسام البدري ان المباراه الدوري لم يحسم وان المباراه لها حساباتها، وقال بنحترم الاسماعيلي. احنا سالنا كابتن فوزي وجاوبنا، والكابتن شريف ايضا عن ذكريات
خاصه بمشاركتهم في مباريات وتعتبر دايما بطوله خاصه على مدار كل العقود وعلى مستوى الاجيال المتعاقبه في النادي الاهلي ونجومه. عايز يعني افتكر مع الكابتن ونجمنا الكبير كابتن مصطفى يونس بعض الامور والذكريات اللي ما بتنساهاش ابدا عن مشاركاتك في لقاءات الاهلي والاسماعيلي تحديدا. لا هو في مواقف طريفه طبعا يعني كنا بنلعب في الاسماعيلي، اتعمل الاسماعيلي كنا بنلعب فيه 30 40 الف على الاخر. فواحنا بنسخن واحد ضربني البرتقانايه. فرحت واخد البرتقانايه مقشرها وكلتها انا والخطيب ورميت عليهم القشر. فتخيل بقى اللي حصل يعني من الموضوع ده. لا انا في ماتش اللي قبل ما 30 قبل اسبوع قبل 30 مارس 73 كنا بنلعب الاسماعيلي ولعبت مع كابتننا الكبير ونجمنا الكبير الكابتن علي ابو جريشه. كنت اول الشوط الاولاني كنت بلعب في نص الملعب، وبعدين الله يرحمه الكابتن عبد الصالح لعبني ورا، العب على كابتننا الكبير الكابتن علي ابو جريشه، وبعدين في واحده كده عايز يرقصني ويروح لاكرامي لوحده، فرحت حاطط له كتفي، راح دقنه مفتوحه وراح نازل على الارض مدلدلت دقنه ودلدلت كده. انا طول عمري بحب الكابتن علي جدا 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 جدا، قعدت ربع ساعه ما اقربش منه. هو طول الماتش يقول لي كده يا مصطفى كده يا مصطفى، والله يا كابتن ما قصدي يا كابتن. لكن الماتش خلص وكابتن علي حبيبي، وذكرياتنا كثيره جدا جدا في نادي الاسماعيلي طبعا. بشكرك جدا على مشاركتك معنا في الحوار، نجم النادي الاهلي والمنتخب المصري سابقا كابتن مصطفى يونس، بشكرك شكرا جزيلا.